بداية لمباراة المغرب وناميبيا لحساب الجولة الأولى من هذه المجموعة الرابعة والتي ذكرت ضم الكوت ديفوار ومنطقة جنوب إفريقيا، بينما الحكم أكيد زيمان الحكم الرواندي الذي يستعد لإطلاق الصافرة. إذن هنا بداية مباراة وبداية مشوار منتخب المغربي في كان 2019. اختيارات إيرفير رونار اليوم ياسين بونو أخرى تلعب في الساوث أفريقيا يكون ضمن التشكيل الأساسي في المباراة الأولى على أمل التواجد سواء في مباراة لكود مادي، والكرة تصل ليون بارك بالصوفة العرضية بعد ذلك التدخل من طرف الدفاع أوس الاعتماد على المادي بوربيع ويوسف عيت بن ناصر ليون بارك بالصوفة ثلاثي وسط الميدان نبيل درار كالعادة في الجهة اليمنى أشرف حكيمي في المغربية هنا في القاهرة لما واجه الكوت ديفوار ومصر وكذلك من نور الدين أمرابط وصلت لأشرف حكيمي العرضية للقائمة الثانية ولكن عالية على يوسف محاولة المرور بعد ذلك العرضية من حكيم ممكن ولكن التدخل بعد ذلك لأوس قام القياسية في كان مصر وأيضا الكاميرون ولا ننسى الكوت ديفوار ونيجيريا وغانا والمنتخبات الكلاسيكية المغرب الجزائر وبعد ذلك المتابعة من طرف مدافع نيام بي تبقى مغربية نبيل درار جرب حد من خارج منطقة الجزاء بنية قوية لمس حارس المرمى كاتزابو إلى الركلية مباشرة هذه العادة مجددا هنا المتابعة للكرة الثانية للجهة اليمنى هاروبي يلعب لي شيتيمبي وتدخل صاحب الرقم القياسي من حيث عدد الحضور في نهاية كأس أمم إفريقيا يتعلق الأمر لمن يدرار بعيدة تماما على أشرف حكيمي وجب تفادي الكرات المباشرة اللعب الكرة تحضر الرأسية في هذه الضربة الحرة حكيم زياش يرفع الكرة حكيم زياش والمتابعة لحارس المرمى كاتزابو نعم في نهاية المطاف أكثر لاعب تميز مفاجأة من أوغندا كذلك منتخب الذي يقوده الفرنسي ديساق تبدو سهلة ولكن تكون صعبة في أرضية الميدان بينما تسديدة من طرف حكيم زياش ولكن متابعة بعد ذلك إلى ضربة مرمى لفائدة منتخب الكونغو أو منتخب ناميبيا عفوا ذكرت الكونغو الذي تجرع مرارة الخسارة ولو أن أشرف حكيمي عائل من إصابة بعد غياب دام لأشهر عديدة كيفما كانت المنتخب الناميبي حذاري من هذه الكرات حذاري الدفاع يتدخل والتسديد بعد ذلك مباشرة إلى ضربة مرمى ليجب ترك المجال للاعبي المنتخب الناميبي لأخذ الثقة بنفس والتقدم أكثر والبتي من مبارك يرفع كرة مبارك داخل منطقة الجزاء فرصة انصيري والسديدة والكرة تتحول بعد ذلك إلى ركنية هل فيها ركنية مدار ياسين بونو جزاء زياش في استلام الكرة زياش التسديدة ولكن مرة جانبية هذه الكرات التي ينتظرها لاعب زياش وثاني تسديدة للاعب زياش من خارج منطقة الجزاء لاعب اياكس امستردام الكرة سيكون افضل وسيكون اخطر ولكن طالما الريتم بطيء بهذا الشكل وصلنا الى الربع النهائي والخسارة امام المنتخب المصري بهدف مقابلة ولكن سقف الطموحات صار اعلى الان هذه الكرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء ياسين بونو اعلى من الجميع كان في مشكل تواصل بين المادي بن عطية وياسين بونو لذلك شفنا أشرف حكيمي ولكن المرور لم يكن متاحا ليلعب أشرف حكيمي بعد ذلك تتحول نور الدين مرابط نور الدين يلعب لأشرف حكيمي حول المرور مكشوف هذه التمريرة كأن نور الدين جهة اليمنى ناحية حكيم زياش يرفع في اتجاه نصيري ولكن أقرب بيا مرة أخرى أشرف حكيمي يعلي حكيمي على القائمة الثانية ولكن هكذا زيمان أشوف الإعادة الكرة الماضية والتدخل الماضي في كلام في اللقطة الماضية الصراع بين المدافع هوروبي أيضا نور مع حكيمي فرصة الكرة تطول بعد ذلك الطريقة أن يبقى مراقبا مدافعا زياش في استلام زياش سدد والحارس المرمى كادت ان تغالط هذه الكره الحارس كاتزابوا هذه افضل تسديده من اللاعب زياش فضل هنا حكيمي يدخل فرصه هذه الكرات اللي تحدث عنها في دفاعات المنتخب المغربي والكرات الثابته طبعا من الكرات اللي سيراها درار هنا ثلاث لاعبين يصعدون من الجهه اليسرى في نهايه المطاف الكره تخرج عاطيه حذر من الكره الثانيه لحسن حظ اللاعب الناميبي لم يركز في هذه التسديده ستاركي بعد ان تابع البادي بن عطيه ورايه مره البحث سريعا عن يوسف انصيري والصافره الروانديه تعلن دعوات الجماهير المغربيه وخاصه هذا الطفل ريان معروف واحد
الذي في وسط الميدان ويحرم المنتخب المغربي من صناعة الأجمل، لأن المنتخب يلقى لفائدة المنتخب المغربي مرفوعة للكرة داخل منطقة الجزاء المتابعة من كازابوا في نهاية المطاف. نعم، إذا مبارك بوصوفا، مبارك بوصوفا العرضية، يبحث عن يوسف أنصيري الذي يمتاز بالضربات الرأسية، ولكن زراوي هذه تبقى نسبية لأن مزراوي مصاب. هذه كرة عرضية، فرصة جول، يوسف أنصيري يضيع الهدف. الأمر صعب يا غانم يا سايس، قد يستفيد منه المنتخب الناميبي العرضية. خرج يا ياسين بونون منذ الوالة الأولى، كان بإمكانك أن تمرر يا حكيمي لكنه فضل أن يحتفظ بالكرة لحسن الحظ. بنزيه سيرفعه ولكن مرر لغانم سايس، تبقى مغربية، فرصة مرابط، نور الدين مرابط، تسديدة والدفاع بصعوبة يبعد. نعم الأبي بوصوفا يستعد ليتنفيذ، بوصوفا عالية لكن كازابوا زياش سددها. كان ممكن زياش يتقدم بعض الشيء، كان ممكن زياش يتقدم بعض الشيء لأنه كان عنده المساحة وكان عنده المجال أنه يتقدم. كلود لورو على مستوى المشاركات في لكان، لا ننسى بأن بداية هيرفي رونار في كفاءة ناميبي مرة أخرى تصل إلى نبيل ديرار. ديرار يرفع بعيدة تماما يا ديرار، تبادل مراوغة ممتازة، مرة جانبية، ها هو حكيمي يظهر. وتأكيد لما قلت مشاهدينا الكرام بأن اللاعب أشرف حكيم زياش أكثر تحركا، لاعب حكيمي، حكيمي فرصة باركو، دفاع يلعب جنب إلى جنب مع يوسف أيت بن ناصر، بوفال يمشي على الجهة اليسرى، زياش يخرج من محاولة لحكيمي، الأجمة زالت متواصلة، بوفال يعمل المراوغة، بوفال سابوا في المتابعة. نعم هذا ما قلت لكم مشاهدين الكرام، دخول بوفال يعطي إضافة نوعية على الاختراق. حذاري ماذا سيفعل بوفال؟ يلعب لحكيمي، حكيمي العرضية، بوفال عندك يا بوفال، عندك يا بوفال إضافة نوعية في الجهة اليسرى. هنا نتابع هذه الضربة الحرة لفائدة المنتخب المغربي، مرفوعة راسية ولكن بعيدة تماما، بعيدة تماما يا غانم يا سايس إلى ضربة مرمى. غانم سايس الذي يحضر لكأس الأمم الإفريقية الثانية في مسار، نعم بعد الحضور الأول. لعب أنصيري، فرصة زياش يراوغ، زياش يدخل، زياش غير معقول، الكرة كادت أن تغرد حارس مرابط، عندك ديرار، مرابط يرفع في اتجاه أنصيري ولكن أقرب إليها حارس المرمى كازابوا. كل الكرات التي تبحث عن يوسف أنصيري تكون مكشوفة سواء بالنسبة للمدافعين. مطلب السرعة انطلاقة من بوفال بالعطية، يفقد توازنه، يحاول مرة ممتازة، بوفال عليك يا بوفال في عملية فنية جميلة جدا، كانت ممتازة هذه العملية، فرصة، سدد جول، بوفال اعتقدنا بأن الكرة في المرمى يا بوفال. شوف الإعادة باليمنى، حكيمي على الجهة اليسرى، حكيمي ماذا سيفعل؟ يرفع كرة في اتجاه بوطيب ولكن عالية جدا هذه الكرة يا أشرف يا حكيمي، ثابتة. إذا زياش يتلقى الإشارة، يرفع هذه الكرة، الأسود تنصر في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام، الحل أتى من كرة ثابتة، سنشاهد الإعادة السيرية في المدرجات، المنتخب المغربي لم يستسلم وانتظر حتى اللحظات الأخيرة زياش في تنفيذ الضربة الحرة. هي الإعادة مجددا، هي الإعادة لوجود وضعية التسلل، زياش بهذه المتابعة وغانم سايس يكمل نحو المرمى، هدف مقابل لا شيء.